أهلا بيكم وفيديو جديد مع برنامج ستايلوس للإيقاعات، واللي هوضح فيه إزاي تضيف مكتبات هي بالفعل محولة لصيغة ستايلوس لكن أنت مش عارف مكانها فين بالظبط في فولدر ستايلوس. والجزء الثاني خاص بتحويل ملفات بصيغة الـ REX الى البرنامج علشان يقراها. هنبدأ بأول خطوة بالجزء الخاص بتحويل الملفات لصيغة الـ REX. طبعا هنفتح الفولدر اللي فيه المكتبات حسب ما انت بتشيلها على جهازك، وهتلاقوني سايب لكم روابط الملفات اللي قدامكم تحت الفيديو. ناخد هنا نموذج، هندخل على مثلا الفولدر ده، هنختار هنا REX2، هندخل على برنامج ستايلوس، هندخل هنا على لوكيشن، انا هدخل هنا على السي بروجرام داتا سبكتراسونيك، هنا سيج كونفرتر، هو ده البرنامج. هتقف كليك يمين عليه كده، تضغط هنا تختار ارسال الى الديسكتوب. كده نزل البرنامج عندي. هفتح البرنامج كده، ناخد الفولدر ده بالكامل هنضيفه هنا، هو كده بيتم عملية التحويل. تمام، وهنا نفس الطريقة كده هسحبها، هو اوتوماتيك بيضيفها لي على الفولدر الخاص بملفات البرنامج على الجهاز عندي، وبالتالي انت مش محتاج تنقل او تنسخ اي ملفات، هو اوتوماتيك بيقوم بالعملية دي. اسحب الفولدر اللي بعده، اسحب الفولدر اللي بعده، ده خلصنا الجزء الخاص بتحويل الملفات. نشوف ازاي تقدر تضيف ملفات محولة بالفعل. كل اللي انت محتاجه ان انت تضيفها لملفات ستايلوس. علشان ما تحيرش نفسك تقف كليك يمين على البرنامج وهتضغط open file location، هيفتح لك المكان اللي انت سطبت فيه البرنامج، لان انا سطبت خارج السي، انت هيظهر لك ده على السي عندك. هنا عندك فولدرين، لما انا رجعت خطوة واحدة من الويندو اللي فتحها لي هختار هنا السيج، هدخل على سيج لايبراري يوزر لايبراري، هو ده المكان اللي انا هضيف فيه الملفات. يعني لو انا عندي الفولدر ده جاهز بالفعل، كل اللي هعمله ان انا هنسخه وهضيفه للاصوات زي ما انتم شايفين، دي الاصوات اللي عندي. وبكده اكون وضحت لك ازاي تحول ملفات بصيغة الـ REX لبرنامج ستايلوس، او تضيف ملفات محولة بالفعل للبرنامج. لو في اي استفسار تقدروا تسيبهولي تحت الفيديو. لو لقيت ان الفيديو مفيد وان انا افدتك، كل اللي هطلبه منكم تسيبولي دعوة بالرحمة الامي تحت الفيديو. تحياتي.